السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الأسهم، القوس والأسهم والحاجات دي. دلوقتي احنا لما بنيجي نكتب أي تكست فبنروح لأنوتيت ونحط، مثلا خلينا نخش بالتكست، بتلاقي إن أنت عندك مفروض إن هما أنواع مختلفين. ده مثلا من غير أسهم، من غير ليدر، وهنا الليدر من ناحية واحدة بالشكل دوت، تمام. وتقدر تكتب الكلمة اللي أنت عايزها، تمام. ممكن تقول لا ده انا عايزها بالشكل دوت، بحيث يبقى في خط تاني وتكتب اللي انت عايزه. او ممكن تقول له انا عايزها تبقى كيرف، لو انت بتحب الكيرفات بالشكل ده. طبعا لما بتقف عليه او حتى وانت بتكتب بتلاقي ان هو بدأ يدخلك في ان انت تقدر تعدل الشكل بتاع التكست والمحاذاة والحاجات دي كلها. هل انت عايزه بولد، هل عايزه ايتاليك، مايل، عايز تحطي خط، عايز تخلي كان في اس الاعلى او الاسفل، او على هيئة نقاط، او على هيئة ارقام، وهكذا. ممكن تخليها كفقرات. فهو مديك بعض الامكانيات ان انت تكتب بشكل حلو وجميل كده، تمام. طيب لو احنا جينا نبص على الخصائص بتاعت الاسهم ديت، تمام، هتلاقي ان هو مديك مثلا حوله الارك ليدر، خلاص. فده قدرنا نحول النوع ده للنوع دوت، تمام. المحاذاة ليفت اتاتشمنت، ممكن تخليها ميدل، ممكن تخلي بدل البوتوم دي تخليها توب مثلا، تمام. ممكن تخلي الهورزونتال الاينمنت، ممكن تخليه سنتر مثلا، ماشي. ممكن كيب ريدابل تحذفها. طيب ممكن لو جينا نعمل كده، عملنا سيلكت عليها، ممكن اضيف واحد اخر وواحد اخر بالشكل ده. ولو حبيت احذف هقول له احذف، بس هو بيحذف ايه؟ اخر حاجة الدوفت. طيب خلينا نعمل سيلكت على دوت، وهدخل هنا في الايديت تايب، هلاقي ان انا اقدر اضيف انواع كتيرة جدا جدا من شكل اسهم. يعني ممكن اقول له لا انا مش عايز في شكل اسهم هنا، يبقى الخط وخلاص. ممكن اقول لا ده انا عايزها على هيئة مثلا 15 زاوية 15 وتكون مقفولة، تمام. طيب خلينا نشوفها، مثلا خليها بزاوية 30 مثلا. ممكن تقول له خليها اوبن 90. عندك اشكال كتيرة من الاسهم تقدر ان انت تختار منها زي ما انت عايز. ممكن تخليها على خط، ممكن نخليها على السهم الخاص بالام اي بي مثلا، تمام. التكست نفسه تقدر تعدل فيه، تقدر تعدل السايز، تقدر تخلي الكلام بولد او ايتاليك او اندرلاين، يعني تقدر برضو تعدل، وده هيسري على الكلام كله او كل الحاجات اللي هي نفس التايب. فلو انت عايز تعمل نوع اخر ممكن تعمله دبل كيت، فيبقى عندك نوعين. طيب الاسهم ممكن برضو لو جيت هنا عند الدايمنشن وقلت له ايه الطيب، وخلينا نغير، هتلاقي شكل السهم اتغير. فلذلك كل الحاجات دي احنا بنعملها في التمبليت بحيث تبقى جاهزه، بحيث ابدا اشتغل، مش كل شويه اقول لا مش هو ده السهم اللي انا متعود عليه، لا مش هو ده الخط اللي انا متعود عليه. ظبط التمبليت بتاعك وانطلق يا استاذنا، ماشي. طيب نتوكل على الله. طبعا انت هنا تقدر تقول له ايكوال، هما كده كده ايكوال يعني، بس ممكن تقول له لا ده انا عايز اخليهم، خلينا نعمل سيلكت هنا وقول له ايكوال، هتلاقي ده ايكوال ودي ايكوال. طيب احنا عايزين يعرض الفاليو، فهتقول له ايه اعرض لي الفاليو. فكرة ان هو يكتبها ايكوال دي شايفها غير مستساغة يعني، تمام. طيب الدايمنشن في حاجات كتير فانا مش هدخل فيها، بس هو سريعا ممكن تعمل الترناتيف يونت، يعني يبقى عندك اتنين يونت، واحدة مثلا بالمليمتر، تمام، خليها بلو مش جنبها، وأقول مثلا مع المليمتر دي هاتلي واحدة مثلا تكون بالفيت، فيعرض لك الاتنين. طيب عايزين نتحكم في الأسهم أكتر، فالتحكم يعني معلش جبتش حاجة من عندي. اديشن سيتنج، هتلاقي عندك ارو هيد،
دي اللي احنا كنا مختارهم، دي الاسامي نفس الاسامي اللي كانت موجوده هناك. فممكن تعمل واحد جديد وتسميه مثلا ستراكشر، تمام، دوبليكيت وهتسميه ستراكشر. وانس الاستراكشر بقى يقول لك ايه، انا عايز انهي شكل من ده، عايز على هيئه نقطه، تمام، وعايزها فيل تك، وعايزها التك سايز بتاعتها قد كذا، تمام. واخترنا كده. طيب تعال بقى هنا وقول له ايديت تايب، وقول له ان انا عايز بقى ايه ده يبقى ستراكشر، تمام، اتحول لنقطة. فانت عندك الامكانية ان انت تختار شكل الاسهم زي ما انت عايز، شكل القوس زي ما انت عايز، تقدر تتحكم في الشكل اللوحة بتاعتك يبقى عامل ازاي.